والآخر يقولون ما داخل مؤسسة الجيش في هذه الأمور؟ أليست من مهام الطاقم الحكومي السلطة التنفيذية؟ ما داخل مؤسسة الجيش في هذه الأمور حتى تدبج ذلك في الافتتاحية؟ لأن الحكمة ليس لا بيد تبون ولا بيد عبد المجيد. عبد المجيد هو صورة موضوعة وتبون كذلك صورة معينة، يعني كادر. احنا رجعنا لعهد الكادر، راهو شخص يسموه عبد المجيد، راهو يتقاضى في مرتب وحاكم الشتم، ولا يدعي انه ينشط في سبيل الجزائر. هو ينشط في سبيل مصلحة الجنرالات مش مصلحة الجزائر، لأن الجنرالات هذوما الآن يريدون عسكرة الجزائر. داو الصناعات ومع وزير الصناعة قالك يديو اسمها الشركة الوطنية الميكانيكية. ايوا سوناكوم. شيئا فشيئا يزحفون، وسترى أننا سنصبح أكثر من سوريا. يعني يريدون الآن أن يعسكروا المجتمع كله، وبالتالي هم خاسرون، لأن الشعب، وأنا قلت لك نزيد نأكد اللي ما تفوتنيش ولو صايم وتعبان، سكان الجنوب عليهم أن يتحركوا، لأنكم أنتم سكان الجنوب تعانون من نقيصتين، تعانون من الجوع ومن المذلة. تعانون من الجوع والفقر والمذلة. أنا لا أقول لكم أرفعوا السلاح أو استعملوا العنف، لا، تحركوا وعبروا عن آرائكم، لأن النظام هذا يجب أن يسقط، وأن حرية التعبير تبقى لقانونهم ولدساتيرهم. المواطن حر في أن يعبر عن أفكاره وأن يقدم مطالبه. يعني إذا كانت تغلق عليه في البطة، ما نتكلم عن الماكلة، ما نتكلم عن الماء، يعني وش راكم؟ يعني الآن أنتم فتوا اسموها كوريا الشمالية. إيه، على ذكر كوريا الشمالية، ماذا عن قرارات المجلس الأعلى للأمن أستاذ برين؟ قرارات المجلس الأعلى للأمن يقولوا أنها كلها تصب في تصعيد الحل الأمني. كوريا الشمالية على الأقل الآن أعطاهم النيف. إحنا لا نيف لا ماكلة، الاثنين. الشعب، يعني الشعب اللي يعيش الآن يعيش في الجزائر أو يعيش في جهنم. لا 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 أكل، لا إطعام ولا كرامة. الكوريين الشماليين على الأقل رمي طبطب في باب الأمريكان، على الأقل عندهم السيادة.